حاول تثبت. ها؟ اثبت. مش انت بتقول الدوار بتاعنا هو؟ اثبت اثبت ان الحاجات دي بتاعتك. اثبت كيف؟ ما الحجج عند الحدايده. طب واللي هيجيب لك الحجج ده هتستخسر فيه 10 مليون جنيه؟ ايه؟ ما ينفعش. انت عارف ارضك تساوي كام دلوقتي؟ يعني اقول لك السعر كام حق وعدان. $22,750,018 قرش. باي عليك وعلى خلفوك. حسبتها كيف دي؟ اللي حسبتها كيف ده؟ وانت قاعد قدام محامي هافق ولا ايه؟ ده انا المحامي محامك. طلباتك شيك مرصف ب$10,000,000. وخد بالك خد بالك يا حاج، مفيش وقت. خلاص الوقت قزح، والوقت كالقزح، إلا أنت قزحه قزحك. مش هتلحق تجيب محامي محنك زيي. فاحنا لازم تسمعني الوقت كلمة موافق عشان على أساسها أقدر أتصرف في هذه القضية الملعونة. موافق. على خيرة الله، يبقى احنا كده بقى نبتدي التنفيذ. ثابت. دلوقتي احنا داخلين على معركة قوية جدا، داخلين على اعداء الوطن. واعداء الوطن يعني هم اللي بيهددوا ولادنا في قلب بيوتهم. فاحنا لازم ننتقم. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. اقوم وراي انا. خير يا بيه؟ في ايه؟ من صاحب الدوار ده؟ ده دوار الحدايدة يا بيه، وانا كبيرهم. انت كبير الحدايدة؟ ايوه يا بيه. اتنشروا اتنشروا، طلعوا كل اللي قدامكم في المكان. فهمني يا بيه، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ دلوقتي هنعرف يا كبير الحدايدة. ها؟ مصر الجديدة معلومة ليه دلوقتي؟ دي لبانة موتها بتضايقني. تخيل بقى هعمل فيك ايه؟ ولا حركة بوشك اللي شكل قصر عابدين ده. لقيت ايه يا عسكري انك ليه جوه في الدوار؟ مخدرات وسلاح وبودرة. مش سامع. مخدرات وسلاح وبودرة. اخيرا وقعت يا ابو حديده، هتاخد حكم مش اقل من 20 سنه قبل الميلاد. خلي بالك انت هتقع تحت طاوله القانون. انا كان نفسي اساعدك يا ابو حديده. تعرف لو البيت ده اساسا يعني في شك كده ان هو مش بيتكم، انا كنت ممكن اخرجك من القضيه كلها. انما للاسف القضية لبسك لبسك يا ابو حديدة. نفسي نفسي الاقي بس كده حاجة تقول ان ده مش بيتكم. معلش انا اسف يا ابو حديدة. هاتوا يا بيه يا بيه، البيت ده بيت عيلة وحدان يا بيه. اللي يثبت يا ابو حديدة الحجج يا ولد منك له الحجج. اه فين الحجج بقى؟ عشان انا نفسي اطلعك بريء اساسا. ايوه فين الحجج؟ اه يا بيه وريني كده، ده انا حوزة وحدان ده في ده. اه يا بيه يا لهوي على ليلة وحدان السوداء. يلا رجالة بينا بينا على وهدان، جيبوا اللي يلا 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 اجري. وخلاصة القول يا سيادة الرئيس، بظهور الحجج التي تثبت ملكية الأرض والدار
لموكلي على أولو فيصبح القتل دفاعاً عن النفس. أليس من حقه أن يدافع عن شرفه وعرضه وحرمة بيته التي كانت عرضة لهذه الذئاب البشرية؟ سيد الرئيس، إن صدري قد اكتفى، وأترك لعدالتكم الحكم، وشكراً سيادة الرئيس. وبعد الاطلاع على أوراق الدعوة ومستنداتها، حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم عبد الصمد وهدان حلقولو من التهمة المنسوبة إليه لتوافر حالة الدفاع الشرعي. رفعت الجلسة. الله اللي جابك هنا؟ وايه اللبس الزفت اللي انت لابسه ده؟ انت جاي في ورشه؟ ايه اللي انت بتعمله ده يا اشرف؟ وبعدين 5000 جنيه اللي انت بتتكلم عليهم دول دلوقتي ابني وابنك ايه وزفت ايه؟ هتسددهم ازاي ال 5000 جنيه دول؟ ده انت الجنيه بيطلع من جيبك بيتكتب له عمر جديد، جاي تسدد 5000 جنيه؟ بودك ايه؟ مش عايز اشوف وشك هنا باللبس اللي انت شايفه ده حلو يعني من وجهه نظرك، عايزك تخلع من الدار يعني. يلا انت فين يا حبيبي؟ ايه يا حبيبتي؟ نادر بيجي هو ومراته عمالين سألوا عليك من الصبح. والله تعال يلا. طب لحظة واحدة وجاي لك. تفضل. يعني ما قلتليش انك عامل حفلة. ما جاش في بالي معلش. أمرنا يا دكتور. أأمر؟ مش كان في بينا معاد النهارده نقعد ونرتب هنعمل ايه في المؤتمر؟ مؤتمر؟ مؤتمر ايه؟ المؤتمر اللي هنعلن فيه تفاصيل التجربة. ايه ده؟ دول نص مليون جنيه. نص مليون جنيه تمن العملية اللي انت عملتها. بتهيألي ان انت مش هتاخد تمن عملية في حياتك بالشكل ده، حتى لو عملت عملية انتحارية. انا مش عايز فلوس. انا عارف انت عايز ايه. انا عارف انت عايز ايه. بس ما ينفعش. هو ايه اللي ما ينفعش؟ ما ينفعش يا دكتور احمد،
يعني بعد ما لقيت صاحب اهم ناس في البلد واكبر شخصيات اجد اليوم وليله اقول لهم انا القرد ابو زديري اللي عمله الدكتور احمد الشراف في التجارب بتاعته. تعرف انا ممكن افحصك وبرضه هعمل مؤتمر ومن غيرك وهعرض شريط صغير عن الليمبي بتاع زمان والليمبي بتاع النهارده اللي انا عملته. بص بقى يا دكتور، انا محامي شاطر وشاطر قوي وانت عارف كده كويس، وكله بفضلك، والشيك ده كان تمن العمليه اللي انت عملتها دي. بس خد بالك انا ممكن العبك بوساخه، قضيه تترفع على دكتور عمل عمليه المريض من غير موافقته ساعتها شطب من النقابه. ولا اقول لك على الكبيره بقى، نقدم الأوراق والمستندات والتراخيص المزورة بتاعت الدكتور أحمد الشواف اللي أساساً باسم سندس البنداري. تهيألي ده فجون، أظن دي إيه العبقرية دي كلها؟ تحياتي. ده أنت فكرت ورتبت كل حاجة تمام، وما عنديش السعادة إن أنا أتنازل حتى عن الكرافتة اللي أنا لابسها.